La 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 يا ضيعة مبعوفك يوم مهما علي كتر اللوم انت عيوني وانت النوم وانت الدمعة عخدودي مشتاق لك يا رماني والدود في يدالي صبايا الضيعة العلياني بعد ما تفارق بالي آه يا قلبي جعلت أشياء كثيرة لم نكن نتصور حدوثها قبل عدة سنوات أمراً ضرورياً. لا يمكن أن نتخيل حياتنا بدونها اليوم. باختصار يمكن القول إن الإنسان أصبح عبداً للتكنولوجيا بكل ما تعنيه كلمة عبد من معنى. وكما هي العادة في كل المجازر التي تحدث هناك ناج وحيد. أم التنافس الفوق. نعم سيدي. حاضر سيدي. أكيد سيدي. أكيد سيدي بيروحوا طبعا بيروحوا. احترامي سيدي. شو الظاهر كان مهذب معك هالمرة؟ لأنه بالعادة بس يسكر تقول له يقطع عمرك سيدي. لك مليهم ملالي عمي يحكي، يمكن المحافظ هذا. يمكن ولا أكيد؟ أغلب الظن يعني، لك هو ما فهمني، وأنا خفت أسأله قلت بركي طلعت خلاقه علي. المهم هلا يا حسان الله يرضى عليك، بتروح تجمع لي أهل الضيعة وبتبلغهم التولي. أنا بلغها؟ لك أي أنت ولو. ليش ما أنت رتب على أبو نادر سيدي؟ لك وقت الاجتماع رح تكون أنت رتب الأعلى. وانت وين بدك تكون؟ انا رايح فورا هلا اجيب ورائم نادر وبتفهم لي هذا المختار بيسي يطلع لي لام نادر سند اقامه ويحط علينا التاريخ من وقت خدمتي هون انا. حاضر سيدي. مسيك لك لا تخافوا لا اتركوا معك بركي صار ما صار شيء بغيابي. حاضر سيدي. الله معك. الله مع دواليبك ابو نادر سيدي.
حسام يا أم الله لحسام ملابقون أحسام. وأي ساعة الاجتماع؟ يعني لبين ما أكون خبرت كل العالم بشي ساعة يعني. ولا شو الاجتماع؟ ولا هنيك تخبرونا أحسن يعني؟ يا أم الله صحي مشان شو الاجتماع؟ يحرق قلبك انت التاني هلا وقتك خيو رح اترك هالميتور اماني عندكم لبين ما ارجع ما بدي اوصيكم ها هي املاك سلك تعالوا خذوا اتركوا ها السلامة يا حمامة يلا حمد الله قلبك انت الثاني هلا وقتك يا أمة الله ما في طلقات وحياة اختي بس شوفك يا ابو نادر لعوصك لما بعيونك قديش تطلب مني طلقات بس شوف دبك الشايع مدري شو بيصرفوا حسان تعال اشتغل تمام يلا ليلع عيونك يلا بسرعة بسرعة خير شوف علي لك حسام شو خير شو خير اول شغله اعطيني مسدس بلا طلقات ثاني شغله ما قلت لي مشان شو الاجتماع عما على هالنسمه انت حريص ستم التهيت بام نادر ونسيت شو بدي اقول لك خيو بتقول لهم لاهل الضيعه ينقولنا من نسوان الضيعه وفد رفيع المستوى رفيع المستوى ومن نسوان الضيعه يا ام الله شو هذا ايش وين رايحين على العاصمه لك جاي من استراليا وفد بدهم يعملوا مهرجان للمرأة العالمي بالعاصمة وقال بدهم يعطوا لكل مرأة 50 أورو باليوم وينها؟ بتقولهم يحطوا اسم ام نادر اول وحدها يا امط الله لا ام نادر سيدتي بدك تبعتها على العاصمة لك ولا بهيمة مع العاصمة ببعتها علي بالحلال ببعتها على المريخ لك هذا مهرجان للمرأة العالمي بعدين انت بتعرف بهالعشرين يوم كم أورو بتقص؟ 1000 أورو بتقص 1000 واحد بزمتك 1000 أورو هاي بصبور لك شو خيك شو ناقصك بأم الصنافس والله ناقصنا كتير بصبور ناقصني نشارك نحن تكا يجب عنده لبي الدعوة يجب عنده لبي الدعوة بس في شغلة بعد اذنكم معلش حسي هون خيو قبل ما نشارك بدنا نفهم قديش هلا بيسوى الاورو؟ اورو في هالايام يعني قديه عم يسوى؟ اشوف فاتح لكم فرصه انا بعدين شو بدكم قديش الاورو؟ بدكم تبعتوا وفد ولا ما بدكم؟ كيف شو بدنا بسعر الاورو لك حسام؟ بركي يكون الاورو بورقتين وهندسوان حبه نجيب هدايا ولا معلش المره اذا تبهدلت يعني؟ هلا اجوا دول المسقفين قديش الاورو؟ ورسلنقا خيو بس تعرفوا شو سعر الاورو خبروني لا ولا اشو هالمعجزه شو هالمعجزه مشان شو اخترعوا التليفونات هلا من تلفن لاخوي وليد على العاصمه وهو بيقول لنا بقديش الاورو في هالايام مضبوط هالايام ويابا يابا له يابا يابا له يابا ما انشرد لي سليم ليك لا تشربون اثنيناتهم اليوم خلي لي كزوزه ماشي اذا بدك شربيهم اثنيناتهم انت شبيه يا شحاري يا الهي ليكي روح امشي مشيت البطه وتخبي هنيك لك يلا بسرعه تحركي ولك بسرعه لك على هنيك عم تمشي بسرعه بسرعه برشوة ناصر مايه نعم لحالك ولا هاي لحالي خير فاشي
من الكازوزه ولا مين كان عم يشرب معه؟ ولا صاير عم تشرب الكازوزتين سوا؟ لا ما عم بشرب كازوزتين، بس كان قاعد معي ابن ابو اعقو. والحشك الزب يصر مويه يا وطي. وهي الساكو لمين؟ ما إلك؟ شو؟ لشو مادتها بالأرض؟ كمان كنت مقعد عليها ابن أبو عو؟ لا حضرة المختار، بس أنا شوبت شلحتها. خفف عيونك بكسبك ولا؟ رايح نموت من بردنا، دانعين دنع، لسه بتقلي شوبت؟ المهم، اللي الأوروبي هالأيام شو بيسوى بتعرف؟ أنا عملات الرأسمالية والإمبريونية ما بتهمني ولا بتعامل فيها. لا بهمني الأورو ولا بهمني الدونار. أنا عندي عملة بحبها كتير اسمها الليرة. يعني هلا بدك تقلي إنه الأورو عملة إمبريونية؟ آي، وإن شاء الله تكون بتسوى 100 ليرة بالبنك. يا سيدي أنا عندي الليرة بتسوى 100 أورو. لا والله الفرنك بيسوى 100 أورو ولو عملتي. إيه حاجة بقى وست بوزاك ولا فلفسة، فهمون؟ ما طالب منك تشرح لي، بعرفك بهيمة. ألا مرحبا مرت أخوي، يعطيك العافية. أخوي وليد وينه؟ لا ما في شي، بدي أسأله على سعر الأورو. ما بتعرفي قديش؟ طيب ماشي ماشي ماشي، بحكي بعدين. أهلين أهلين. شو قال لك؟ أخوي وليد مانو بالبيت ومرته، قال ما بتعرف شي، العمى بعيونه شو دبه. خيو انا برايي نبعث مندوب عننا لعند الرفاق بالناحيه، وهن بيعطونا السعر رسميا حسب المصارف الحكوميه، واذا كان سعره غالي بكفي مصروف للنسوان كثير منيح، واذا رخيص كل واحد منكم شوف انه يعطي حرمته بكون منيح. لا شبكون شبكون هيك اخذتوا وجبتوا للشغله، ما فهنا داعي نعذب الارفقه. انا بروح عند ابو شمله وبشوف شو رايه. شو رايكم انتو؟ ايوه الحشب مزبوط، ابو شمله كثير بيعرف بهالشغلات لانه كل شغله بالعمله الاجنباوه. عمي عادل الله يرضى عليك، اسمع مني، هلا بتاخذ الشباب وبتحملهم على التراكتور وبوشك على التخريمه لعند ابو شمله. لك لك ابن السماء، بده ياني انا اروح عند ابو شمله؟ اولا انا ما بتعامل مع عالم ضد الحكومه، ثانيا هذا كل ما شافني قال بده يقوصني. قال شو خبر؟ قال انا بفسد علال القماره. قال على اساس ما عندهم فسادين بالتخريمه. خلاص خيّا ما فرق داعي، بناخذ الحمار عادل نحنا. بلا عادل لا، يعني بناخذ بلا التركتور تبع عادل، بنركب عجحش بنروح انا وجودي لحالنا وبنساله شو رايكم؟ هيك رح نسعى فيها لهالشغله احسن، عجحش بنروح. ولا ولك العمى بعيونك، عيونك ولا ولك انت فهمت على حالك لحتى نحن نفهم عليك؟ ولك شو بتحكي انت؟ شو بتحكي؟ كلمه بالشرق وكلمه بالغرب، اسدوا لابوسك سدوا. بعدين خيّا شو طقت احترقت؟ يعني لازم هلا هلا تعرفوا بهالثانيه سعر القارة؟ خلاص نستنى للمساء العشيه بيكون رجع اخوي وليد، بنرجع بندق له بنتلفن له بنساله على سعر القارة. خلونا هلا نعرف مين بدنا نحط بالوفد من النسوان. بدي لك شبن هالزلم اي مقيامته ما في على لسانهم غير الاورو. بتعرف شو يعني اورو؟ قال لي اخوي سليم عملك مدري اين وبلا. ايه وشو بدهم فيها؟ خدي لي اقول لك صبي، شو بعرفني شو بدهم فيها؟ بيكونوا هن وعم يحفروا لاقوا لهم شي اورو، بدهم يعرفوا قديش بينباع معه. صراحه يا شباب وقت اللي قلتوا كنتوا قاعدين عم تدرسوا موضوع الاورو، انا اجيت وحطيت قائمه الوفد الذي سوف يشارك في مؤتمر المرأة العالمي. لذلك عند الدراسه انا ركزت على شغلتين اساسيات، اولا مشان ما حينظلم، وثانيا مشان ما حيعترض. ماشي الحال هيك؟ شو بدنا شو بدنا بهالحكي؟ ولا مختار ما حدا يسبق له، طولوا بالكم، اقرا لنا اسماء الوفد وبعدين بنشوف اذا بنعترض ولا ما بنعترض. مظبوط. اقرا بس لا تنفلق شباب، ينزل لك عرق بعدين. بسم الله. اولا انا ما اضطرعت. لا طول بالك نحكي شبك يا اخي. موشك نصميه بنت فاروق ابو نكزه يلي هي جوزتي. فانا حدا عنده اعتراض؟ ما عنده اعتراض. كمل. لا ما بنعترض لانه الانسه نصميه هي رمز الضيعه. مزبوط لازم تكون بالوفاد. الله يبارك فيك. اثنين عفاف بنت عبد السلام بيسي. يا شباب عفاف بنتي حطيت اسمها بالوفد، ما لها بنتي ها؟
لا اشهد بالله لو كان فهني بنت غيره بهالضيعه ما كنت حطيت اسم بنتي. مظبوط الحكي، مشان هيك استنقى معربط فيا عربطه لانه ما فهني غيره. شد بوزك ولا؟ مشان انت مستنقو. شباب عم نطب جاو، بس عم نطب جاو. مختار شو بدنا بهالحكي والرغي كله هلا؟ الا لنشوف كمل قرايه لنعرف مين فاب الوفد. اي مظبوط مختار، ما بدنا نضل مسكرين الدكانه طول النهار لبين ما تقرا الاسامي، بدنا نسترزع لنا بشي قرشين. حاضر يا صويليح، حاضر. زهره جوزة صالح، فوزيه ومنيره جوزة فارس وكريم ابو عقور. كانه فاتتين من بيت ابو عقور. جودة افندي، سالم ابو عقور اخاهن لفارس. شو بيشتغل بالعاصمه؟ بصر ماي بدنا نحط اسم جوزته ولا ما بصر ماي؟ بصر ماي. ونو فاول اخاهنا لكريم شو بيشتغل بالعاصمه؟ مجاهد مع ابن عمه فارس بنفس الفرق بنفس المحل. ها؟ بدنا نحط اسم جوزته كمان بصر ماي ولا ما بدنا نحط اسم جوزته؟ بصر ماي. خلاص خلاص خيو سحبناه للاعتراض. ضل عنا مطرح واحد فاضي، يا اما بديعه مرت زرنطيطه يا ديبه مرت السيد شطاوي. يا اما عمت المجاهده بلشه، ولا ما تكون ما حاسبه على الحريمات يعني. ولك خلص ولك عادي، هلا عمتك بلشه حمل سفر يعني. عويدين ترقب بحالته ولا ابني؟ هلا عمتك بدها تروح على المؤتمر، عمتك خرج تركب ترينات. معلش يا رفيق، مثل ما لازم يكون في حدايا بتمثل جيل الشباب، لازم يكون في حدايا بتمثل جيل المحاربين القدماء. ماشي يا رفيق عادل، راح نحطه على قائمة الاحتياط خيو. إذا صار حادث مروع ولا شي شغلة شيانة لحدا مشارك بهذا الوفد، تنزل هي بداله أوتوماتيكي، ماشي الحال؟ لا ما منيحه. العفو منك رفيق، لأنه ما حدا رح يغير رأيه ولا حدا رح يتعرض لحادث مروع. لك شباك ولا عادل؟ شو انت بتعلم بالغيب يعني؟ لا ما بعلم بالغيب، بس يعني عدم مؤاخذه كلياتكم بتعرفوا، يعني بالصدفه بالسنه لا تمرق لا سياره، ويا اما بصير حادث يا اما ما بصير، بعدين شو بعرفك يعني انه الشوفير حمار مختار؟ ما تقولها انت موجود بالضيعه الا ما يصير معك شيء حادث بالصدفه لوقتها شبك ولا؟ اسعوا شبك عم نلطف جو، عم نلطف جو. لطف خيو، قد ما بدك لطف، وها 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 ما بعرف مهنة وفد يشارة وحلوا على النولة عمي، وبس يجي السيد أبو نادر المساء هو بشكل وفد فرعوني بقى. لك طول بالك وينك مختار، والله ما صار شيء. شبك يا زلمة؟ ولا عمي الحكومة هي بتشكل أنا ما بشكل، مشان ما حينظلم وما حيعترض، فهموني؟ فرعوني بقى. يلا الله معكم، يلا ضرب له خلصوا. فهمنا العمى يعلوا لقلبك. شفتوا هذا الوفد اللي برا؟ كأنه أسامينا مكتوبة فا. شو بيعرفني؟ أبوكي ما جاب لي سيرة. معقولة؟ يعني ما حكى قدامك كلمة هيك ولا هيك؟ أي سألني بقديش القرا، قلت له شو بيعرفني؟ غير هيك ما سألني. لك أبوي شفتوا هذا الوفد؟ شدي بوزك، ما دحشكم بالوفد. كيف شو دحشنا؟ كأنه أسامينا مكتوبة فا، لوين رايح هذا الوفد؟ لك حاجت ما بعته هي ولا بس اصبط أحوال الوفد، أنا بخبركم. بعفاف؟ انت وين كنت وقت اللي كنت انا بالمخفر؟ ها؟ هون لك ابوي هون، وين بدي اكون يعني؟ حتى هي امي ليك اسالها. قولي ضروري تعلقيني فيه، يعني ما بصير تكذبي من غير ما تشهديني. يعني الكزوزه الحمراء اللي كانت الك، والله لعن ابوك يا بنت الصرومي. والله يا صاحبي شايف لك بدهم يطلعوا لنا ديبه وبديعه من المولد بلا حمص زملاي. ما حدا خرب على الطبخه الا هذا الفساد عويدين، بده يخلص من عمته بلشه ادفه، والبيسه الانوني حاسب حساب واحد بس. ومؤقتا؟ كيف يعني مؤقتا ولا؟ يعني ابو نادر ناوي يبعت مرته مع الوفد، بس المختار ما عنده خبر، لانه حسان نسي يخبره. شو يعني؟ يعني هالمحل القايمين والي والك، ما راح يضل الي والك، بده يروح لمرته لابو نادر، فهمت؟ دخيلك الله يبارك لهم بهالوفد الزراطة منيحة.
الله لا يبارك لهم ولا يخليني ازرع خليهم يطلعوا بدون مرتي ومرتك، ولا نظميه مرته للمختار بشو احسن من مرتي مشان هي تطلع وتتفلفش على كيفها ومرتي ما تطلع، اه؟ يعني هي بتمثل المراه ومرتي ما بتمثل المراه، ليش هي مراه لا تمثل المراه والعشايه في الدنيا هي وجوزها؟ ولا لا ما في عيون، عيونك صحتني بس كلامك مزبوط ليش الكذب؟ مزبوط كلامك، اذا بدك تلاقي هيك شيء حربي مناضله هي ديما ما في غيرها، لانه اللي شافته منك ايوب ما شافه وما بيتحمله مزبوط الحكي. الحراس الخيار مين هو المختار يعني؟ ولا مين ابو نادر؟ لا يعملوا الوفد على كيفهم يعني مين؟ شبك عم بتلبس شمال ويمين عم ببيع عيونك، عيونك عمي على قلبك، هذا المختار وهذا رئيس المخفر، يعني اعلى مركز بالعالم كله. حبيبي برات الضيعه، بفرنك مصدي ما حدا بيشتريهم، ليش مفكر المحافظ بيعرف مين مختار ام الطنافس؟ والحشا المحافظ يمكن ما سمعان فيها لام الطنافس كلها. خيّا مالنا غير سلنقا بفيدنا بهالشغلة، انت شو رأيك؟ والحشا مزبوط كلامك، لأنه سلنقا مسقف وما فعل سانو غير المرا، لازم نروح لعنده إلا ما يكون عنده شور بهالشغلة. سليها الأقطاع فارقة معه المرا لحتى يشكل وفد، أصلاً المرا والأرض من أولى ضحايا الأقطاع، المرأة أمية والأرض بور. شو عم تحكي انت؟ شو عم تحكي خيّا؟ بنعرف انك بتفهم، المهم شو لازم نسوي؟ الحق عليكم ولا اخوي الحق عليكم. انتو لو بتعملوا جمعية فلاحية وبتنتخبوا واحد منكم رئيسها، كنتوا اول شي بتخلصوا من حكم سليل هالقطاع، وثاني شي بتجيبوا تراكتور على الضيعة وبتخلصوا من مدعي الوطنية عوادل الفساد. ها ها علينا خيّا، لا تعللنا قلبنا، نحن هيك شعارية وحقنا فرنك مصدي، شو نعمل؟ غلط، انتو ما شعارية، انتو كاتحين بسواعدكم المفتولة. اخي ما بدك كاتحين كاتحين وما انه وزراء مزبوط، بس المهم بتزبط ولا عم تزبط؟ يعني شو لازم نسوي؟ شو لازم نسوي؟ لقيتها. نقلوني خيّو، نقلوني كل الاسماء اللي بدكم، هي بكره نازل على المحافظه بوصلها وبنشوف الله شو بيقدرنا. ماشي كتاب، بس شو هي الاسماء اللي نزلنا على الورقه يعني؟ الاسماء اللي ما سجلها سليل هالقطاع، لانه كل اسم ما سجله المختار شو بيكونوا لاجوده؟ بيكون كادح. يا عين عليك، كيف عجبتك؟ خدمنا سليل هالاقطاع من حيث لا يدري. بس فاتتين، مرت فارس ومرت كريم ابو احقور، هذول ما فينا نقرب صوبهم. أمارة يمشي الحال يا كلهم مختار، إذا ضل ترتيبهم بهذا الشكل بدهم يقولوا في محسوبيات. طيب شو بنسوي لو بنادر؟ شو بنسوي يا أخي؟ إذا كانت الأماكن في الوفد محدودة شو بنعمل يعني؟ طيب يا بو، شو رأيك مثلا نشيل لنا اسمين ثلاثة من هدول ونحط لنا اسم، يعني اسم لأعلى التعيين تموي. أخي أنا ما عندي مانع، بس قل لي مين بدنا نشيل؟ قول. عفافو نصمية، ضروري اثنيناتو. ما تبحلفين ولا مختار، قصدي اثنين من بيت واحد. ابو نادر، اذا بدك ترد حكي العالم ما بتنحل امورك، لانه ممكن بكره بكل بساطه يطلع لك واحد يقول لك ما بدنا نسوان تمثلن برات الضيعه ويلمح لام نادر. والله معك حق يا مختار. طيب ماشي خيو، خلينا نحسبها بالعقل. هلا بيت ابو اعور ما رح نقدر نقرب صوبهم، هيدول ناس مدعومين. زهره شو رايك؟ زهره؟ اتف من تمك ولا ابو نادر، ما شفت لي غير زهره؟ بدك صالح يفتح لنا دفتر الحسابات ويحاسبنا على المتليك؟ اكثر اثنين متدينين منه انا وانت شبك. والله معك حق، ما خطرت على بالي هالقصه. بعدين زهره يا ابو بتفهم تفهم. والله يا عمي بتفهم، ولو الامر بيعود علي ولا ابو نادر والله لسفر كل نسوان الضيعه وفد، بس العين بصيره واليد قصيره. خلص لك مختار، طلع معي انه بعد بكره حسان ياخذ الاسماء وينزل على المحافظه، والما عاجبه خيو يروح يشتكي يبلطوا البحر. هذا عين العين، هيك بتعمل الصح. ايه الله يرحمك يا بابا، كان يقول لي دائما يا عبد السلام شوف يا ابني ارضاء الناس غايه لا تدرك. هلا ابوك بابا؟ انا ابوي كان يا ابو. انتوا غير نحن ابو نادر. شو سليم؟ سلنقا يا سلنقا يا ابو العمال والفلاحين يا ابو الكادحين، اني اسعدتهم مفتوله فتاه. لكان الكادحين بزنودهم يعني نحن، وبازمغتهم يعني التحكينا. لا اهلا وميت سهله،
شرفتوا، اطلعوا اطلعوا اسمعوا لي هالقصيدة المألفة جديد. ولك يقطع عمرك العمر عمرك، انت والقصيدة الجديدة والعتيقة، شو صار معك بالمحافظة ولا؟ مش الحال، الأسماء صارت عندهم. ولا؟ لك انت كيف بتفوت فوتك بالحكومة؟ العمى خبرنا بشان نعمل مثلها. شو قصدك يعني؟ يعني ليش هيك بيردوا عليك وعلينا نحن ما حدا بيرد؟ العمى علمنا علمنا ولا؟ كيف بتلعب بعقولهم؟ أنا ما بحكي باسمي ولا بقدم وراء باسمي. ولا صردعان؟ لكن باسم مين بتقدمون؟ بيقدم لك إياها؟ قدمتم باسم اتحاد الفلاحين والاتحاد النسائي، لك مين أنا لحتى يردوا علي؟ شو هذا اتحاد الفلاحين النسوان؟ ولو صهري اتحاد الفلاحين والاتحاد النسائي تبع أم الطنافس. اسمعوا لها الشوفة، ليش بأم الطنافس؟ فوق اتحاد نسائي وفوق اتحاد هذا الفلاحين؟ ايه؟ لكن ما فا القرار طالع من 20 سنة، بس يعني انتو بين قوسين. بلا ما اقول شو انتو بين قوسين. لا شو ده؟ شو يعني بين قوسين؟ يعني حمه لقلبه لابن حماك ما اسقله، العمى شو صاير متعالي ومناخيره فوق. مظبوط، انتو بين قوسين ولا؟ عوافي احترامي. اهلين، لك شبك عم ترجفوا ده؟ في برد برا؟ لا والله شوف، بسم الله على قلبك، إذا درجة الحرارة تحت الصفر شو بدي يكون يعني؟ خلاص لا تزعل لا تزعل، بكرة لخلي خالتك أم نادر نجيب لك معها فروة من العاصمة هدية إلو. لشو الفرشة؟ فرشتي منيحة والله. لك فروة ولا فروة؟ فروة من العاصمة قلت لي. هاي من العاصمة هي. مسيك، هاي الورقة اللي فيها أسماء الوفد، يا لف فيها سندويشة يا بعتها لهالأبوع صالح يلف فيها أبوع قضامة. ليش ما اخدوها منها؟ اي اخدوها مني. لك كيف اخدوها مني؟ ما شايفها بايدك. سجلوا منا الاسماء وقالوا لي منشوف، بس ما وعدوها. وقالوا لك ليش؟ قالوا لي كيف ما قالوا لي؟ قالوا لي ولا جحش، كام وفد بدي اروح من ام الطنافس. لك شو كام وفد؟ ليش فهني وفد تاني؟ طلع فهمي 2 وفد، اتحاد الفلاحين والاتحاد النسائي، بديعة وديبة وبلشة وهالارطة هادي. العمى بعيونهم العمى. لك هدول نسوان خرجي مسلوا المرأة في هذا المؤتمر، لك نحن بعطي لهم أسماء فهمانة يرفع فيها الراس، لك هدول ببهدلونا بهايم. ايوه الحشم ببهدلونا. أبو دهيم بدي يسأله. سأل مين رئيس اتحاد الفلاحين أنا بدي أعرف؟ شو بعرف لك مختار؟ أنا بعرف مين رئيس اتحاد الفلاحين. ماشي يا سيدي، مين رئيس اتحاد النسائي عنا؟ اسمعوا على هالسؤال، إذا رئيس اتحاد الفلاحين ما عرفتوا مين، أنا بدي أعرف مين رئيس اتحاد النسائي. ولك أطول بالك لا تعصب يا أخي، بدي أوصل معك للنتيجة أنا، لا عنا اتحاد نسائي ولا عنا اتحاد فلاحين، ولكن هناك مؤامرة. شو مؤامرة مختار؟ يعني الشغلة راحت علينا؟ ليك يا أبو نودير، يا بتثبت على أنك رئيس مخفر ورجال من حق وحقي، يا أما لا تأخذني بهالكلمة، أنت واحد زراطة وصرماية. حسن الفاظك مختار، انا رئيس مخفر اجباري على البريد والما بريد. بس ما قلت لي ابو جميل يعني كيف بدي ثبت حالي؟ ودهيم اللي عامل هالمؤامره شو معناته؟ معناته ضحكان على الحكومه. ما في شيء اسمه ضحك على الحكومه بالقانون، في شيء اسمه انتحال صفه. انتحال صفه ضراب السخن، هذه يعاقب عليها القانون ام لا يعاقب؟ بيعاقب لك مختار، كيف ما بيعاقب؟ والله والله لخلي حسان يسلطن علينا إذاك مشتو. بس ما قلت لي كيف بدنا نعرفوا مين هو؟ انت عيني تحمل ضربة ريقك وبتنزل على المخفر وبتعزف تليفون على المحافظة وبتفهم منه مين هذا اللي قدم له الأسماء يا أخي. والله شبته أكيد صاير ملعب، لعبه في عيونه العمى، ولك تتين من بيت أبو عقوب وتتين من بيت البيسة، ولك حتى أم نادر اللي بحياتها ما دعست بالضيعة كاتبين اسمها، أكيد صاير ملعوب أكيد. ليك صالح، بس نعرف مين لعب هالملعوب دير بالك عمرك تبيع غير نقدي. ولك لا نقدي ولا دين، والله بس أعرفه إذا بيجي على الدكان وبيحط إجر فيها بدي أكسره إياها. العمى في عيونه العمى. قومي 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 لفردي، تعال 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 تعال، شوفي شوفي لك القادم الفيور بيجي على هنا 1500 ورقة، استكتروا يحطوا اسمي. لك أصلاً ولا وحدة من النسوان الضيعة فيها مخ بتليك. لك والله أنت حرام تكوني مرعى. شو بدك تسوي؟ العمى في عيونهم العمى شو قليلين الأصل.
سيدي والنعم من الاتحاد النسائي واتحاد الفلاحين. يا سيدي، بس اللي صار انه نحن نقينا النسوان اللي لهم تاريخ نضالي بالضيعة واللي بيمسدوا البلد. هدوك يا سيدي بالواسطة. قلو مؤامرة مؤامرة. سيدي الله وكيلك مؤامرة. نعم كيف سيدي؟ كيف؟ طيب سيدي، احترامي احترامي سيدي. راح يشوفه. برافو عليك يا ابو نادر زلمة. ركزي على الحركات يا اختي، لازم الكل يندهشوا من قدرة المرأة تبعنا على الخطابة والفصاحة والشعر. يلا خلصنا بلوضة بوجتنا. سمعنا ولو سهري. اسمعي اختي، هاتي ايدك ليلة عيدك، شدي حالك خلي شمسك تمحي ليلك، من منديلك نعمل رايب يوم المرأة ونغني لك، نكتب ورقة نخبر فيها الصبح الجاية انه العتمة وريح الفرقة مالهم مطرح بمواويلك. هاتي ايدك هاتي ايدك. ليكي ولي اختي ليكي، طلع لي شايفة باخر كلمة بتقوليها هيك بتمدي ايدك. هاتي ايدك هاتي ايدك. يلا لشوف بهاي اللي بهاي اخوة. لك باليمين باليمين، حط اللي في الصحن. قولي هاتي ايدك هاتي ايدك هاتي ايدك هاتي ايدك. يعني هيك هيك هاتي ايدك هاتي ايدك. استغفر الله العظيم. لك انت شو دحشك له صهري؟ المهم بديعة تعرف. لو شبكم لا استنقول عم في عيونك صحة، يعني اذا انا رجال ونص لازم يكون حمار بالمرأة. ولا منك إلو العمل لتعلقوا ببعض هلأ. ها ليكي اختي، هلأ انا بقول وانتي بتردي ورايها، ما طولت لك هي مشان تنحفز معي. ولا شو شايفني تصمة بضربك كفين؟ ها طولي بالك طولي بالك، يلا قولي وراي. شدي حالك خلي شمسك تمحي ليلك. شدي حالك خلي شمسك تمحي ليلك. بعرف قولها لما بعرف. بتعرفي بس ما هيك ما هيك. شدي حالك شدي حالك شدي حالك شدي حالك خلي شمسك. خبر فيا الصبح الجاية انه العتمة وريح الفرقة مالهم مطرح بمواويلك. وحدة وحدة اخوه. سهلة شبابك، صار لي ساعة بحفظك اياه. ماشي معلش كمل هالصحن وبعدين بحفظها. كملي اسمعيني وانت عم تكملي. ماشي. هاتي ايدك هاتي ايدك ليلة عيدك. خلي شمسك. هاتي ايدك هاتي ايدك ليلة عيدك. خلي شمسك شو بلا؟ لا تفتحش حالك ولو صهري، خلي بديعة هي اللي ترد وراي العمى. لك شبك شبك انت شو جعزك؟ بنتعلم انا ولو اسف بديعة، شو شغلة يعني؟ عادية بلا عادية. ولي اختي؟ ليك الورقة هون ها؟ خدوا دبروا راسكم بالاذن. بالالف بالحجرة. شبك؟ هاتي ايدك. هو هيك قال الشعر. الله لا يعطيك العافية، مش حاجة قطب مصال. خطي ايدك خطي ايدك خطي ايدك خطي ايدك. خلي شبتك هيك بايدك. لك خلاص خلاص حاجة بقى. ايه كلهم 20 يوم محرزوني. شو فكر 20 يوم قلال يعني؟ لك مانون قلال بس مانون كتار كمان. يعني ما معقول ما تشاركي بمؤتمر النسوان العالمي. هذا المؤتمر ما بصير كل يوم، هذا لانه يوم واحلى النسوان بكل السنة. ما بصير، لازم تشاركي توصلي صوتك وصوت النسوان كلهم بالعالم. شبك ولا ديبة 20 يوم ترتاحي مني. ما بدي ارتاح منك. مين قال لك بدي ارتاح منك؟ ايه عن جد ما بدك ترتاحي مني. غصب عنك بدك ترتاحي ولا غصب عنك؟ فهمونا الف اورو هدول الف اورو محرزين نروحهم مشان مشاعرك هالمشلخة. لك يقطعوا لعمرك ما اسقلك. قال شو يوم النسوان العالمي؟ لا بقلكن والله والحشا كتير عليكن نص ساعة بالسنة. قومي ولا قومي. عفوا عفوا سيدي سيدي، كيف يعني فهنا اتحاد نساء واتحاد فلاحين؟ الله وكيلك انا صار لي رئيس مخفر بهالضيعة عمر، ما سمعت انه فهنا اتحاد نساء واتحاد فلاحين. اللي مختار المحل جنبي وما بيعرف بهذا الحكي كله. يا سيدي، حتى المختار بيسي عم يقول لي انه ما سمع بهالحكي كله. ما ما ماشي سيدي ماشي. حاضر سيدي،
احترامي سيدي. شو دايما؟ عم يقول سيدنا انه فهنا اتحاد نسائي واتحاد فلاحين بالضيعة. وما بتعرف بكرة بجوز يقولنا كمان انه في عنا قائمة جبهة وانت حضرتك قاعد ولا عند سيدك خبر. لك حاجة يا اخي قلت لك هناك مؤامرة. فهنا طابور خمس بالضيعة. لك شو نصيب؟ شو بدنا نسوي هلا ابو نادر؟ يعني انا بشوف انه نجمعهم هون بالضيعة وننفشهم وننفخهم شوي. بركي منقدر نتحش اسم ام نادر وام جميل بالوفد. حسون؟ لك يا حسون؟ احترامي ابو نادر سيدي. اسمعوا لك حسون، بتروح بتخبر الكل انه في اجتماع هون قدام المخفر الساعة 2 الظهر. لحظة يا اخي، ليش الساعة 2 الظهر؟ خليها قبل نهاية الدوام الرسمي لنشوف شو في تحت لسانه. اذا ما ناسبنا الحكي بندور على شي واسطة ونحكي لنعدل الوضع. والحشا معك حق يا مختار، روح قل لهم الاجتماع فوري، يلا شهد. حاضر ابن حاضر سيدي. اكيد هلا عم تسالوا وتتساءلوا وكل واحد عم يتساءل اكثر من الثاني انه ليش سيدنا ابو نادر داعينا لهالاجتماع. مزبوط سيدي السيدة، بس هي مبينه مشان الوفد النسواني، لانه الحكومه ما بتحترم الشعب الا اذا بدها منه شي شغله. مزبوط. يعني يا بدكم تطبقونا يا بدكم توقفونا على ذمة التحقيق مشان نسواننا ما تروح بالوفد. اي لا ما صحيح الحكي، ما عم تحكوا مزبوط. نحن بدنا نبارك لكم بالاتحاد النسائي واتحاد الفلاحين ايها القادحين. تطبيق. اسمعوا له عمي منك الو 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 كلياتكم، اذا بدكم تضل العداوه بيناتنا بهالضيعه خليكم متشبسين برايكم. هيك انتو عم تحطوا قوائم، نحن مالنا اسم، هذا مانو عدل. لك انتو في اللعين ونحن مالنا في اللعين. لا ولا اسمعوا لها الشوفه، لو الحشا شوفوا لها السمعه. وينو العدل؟ وينو العدل لما حطيتوا الاسماء؟ ولا العدل مطلوب من اللي تحت بس، اللي فوق ما مطلوب منهم العدل؟ خلصنا خلصنا بقى بلا كتره لعي، كل واحد بيتم بحثه بده يجي بقى هون. يعني انا بشوف ديمقراطيا انه نعمل قرعه بقى. شو رايكم؟ بعرف كونوا موافقين بلا رفع الايدي. كل وحده بتطلع اسمها بالقرعه بتروح بتنقليها، واللي ما بيطلع اسمها بتتضرب بتضل ببيتها. هذا حظها ونصيبها، شو بدنا نعمل لها يعني؟ لا ولا امرتي ديما برات القرعه، لانه بدها تروح بقرعه وبلا قرعه. ديما اكثر وحده مناضله ومكافحه بالضيعه كلها. العمى والحشا لما تكون نسوانكم قاعدين عم تتدفع على الصوبات، ديما بتكون عم تفلح بالارض فلاحه. مظبوط مظبوط، دايما تطلع هي وبديعه قدامي بشوفهم. والله حشا الله اللي بيقرب صوبه لعمتي المجاهده بلشه، عيونه بدي خزقه. كلياتكم بتعرفوا شو كان دورها ببان الاستعمار الفرنسي. لحظه لحظه لحظه، طولوا بالكم طولوا بالكم، شبكوا على الحاله. صارت اسمع نسوانا برات القائمه. بيكون حظك ونصيبك، اللي فين ما صابك بده يصيبك. حطوا اسمائهم احتياط، بركي صار له شي حادث أليم وقت اسمائهم توماتيك بتنزل محلون. يا عم الله الا وقتك، ما بيتهنى الواحد بلقمة بيض. ما صدقنا ابو نادر برا. الو نعم. لا ما انا ابو نادر، انا حسان دربلي. مين؟ يا عم حاضر سيدي، لا يطلوا. لحظه لحظه لحظه، اهلين سيدي. ابو نادر سيدي، تحكي على التلفون، طالبينك من المحافظه. ومين طالبني من المحافظه؟ يمكن سياده المحافظ. ما سمعت مين؟ المحافظ. المحافظ ماشي الحال، قل له دقيقتين بس ليخلص الاجتماع، ابو نادر جاي يحكي معه. يلا بالإذن شباب، طالب نسيات محافظ ليشوف شو بده. ألو، احترامي سيدي. نعم سيدي. سيدي يعني عدم المؤاخذة، هناك خلاف كبير بين أهالي الضيعة لأنه العدد محدود. نعم سيدي. سيادة المحافظ بلغك؟ ليش سيدي سيادتك ما سيادته؟ ايوه ابو عناود. طيب يعني عدم المؤاخذة من سؤالي سيدي، بس هيك لأخذ العلم،
يعني سيادتكم شو المنصب اللي بتشتغلوه او اللي بتشغلوه بالمحافظة؟ ايوه اي ماشي ماشي، مع السلامة. يضرب في نيعو عم بعيونه، صار لي اكثر من جمعه وانا بقول له احترامي سيدي، امرك سيدي، تامر يا سيدي، يضربن يحكي ويقول انه هو الاوزين. يا عم طلع الاوزين عدم مؤاخذه يا ابو نادر، ليش لما بتحكي على التليفون ما بتسال مين؟ ليك الثاني ما اشحشه، ولا وقت الواحد بيجهنا تليفون من فوق بيسترجي يسال. يعطيكم العافيه، لك راح بشركن بشارب الطير العقل، ما في داعي لا للقرعة ولا الخلافات بيناتكن ابدا. هلأ حكيت مع الحكومة فوق ووافقت على كل الاسماء اللي بعتنا لهم اياها، بقى بدي اياكن هلأ مطر طير الطير تروحوا تخبروا نسوانكن انه يوم الخميس الساعة 2 الظهر يكونوا كل النسوان مزروعين زرع قدام موقف البوسطة. يلا لشوف، فرجوني عرض كتافكن. زلمة يا ابو دهيب، هات لك موسى، احلى خبرية سمعتها، لنروح نبشر النسوان يجهزوا حالهم عن اذنهم. يلا بضل غني لك بيه هالسفرة، شو طول شو فارك يا اهل مكرو، بتقول مركب اول مدري بشو شعرت فكرو. حوجك بدي اشتاق لك، دري بالك حالك بهالسفرة. انت كمان دير بالك على حالك. طولي بالك شبك ولو ديبك شباك، شو صار لك؟ معقولة شو خروق؟ لك ليش هاي؟ لعن أبو ولا الغربة؟ شو ضحشت لعنة بالغربة؟ لك ما بيجوز، هذا مؤتمر النسوان العالمي، يعني مرة بالسنة بيصير، ما بيصير ما ينحضر، ما بيجوز، مشان صوتكن يوصل لآخر الدنيا. سجعان خيّا، ما بيصير. يلا خيّا، سجعان. سجعت. مع السلامة يا حمامة. سلامة جودة. دير بالكن على حالكن. جودة. شباب. هلا شو بدهم يحكوا علينا بالمؤتمر اللي كله نسوان وما في غير انا وياك هيك جوز شناطر متخوزين بالناس؟ لك عادي ولك جاري عادي، ما حدا دحشه، شبك انت وفدنا ونحن حرين، فا بدك تروح علينا كل هالنسوان مشان هالحكي الفاضي. شو هن نسوان قالوا؟ لا رايحين مطرحهم. رايحين بدالهم. لك يا بني ادمين، هذا مؤتمر نسائي، ليش انتو نسوان لتروحوا محلهم؟ هالحكي قولوا عملوا لنا وقاله لك جبتها. طب لا الله، شو وين النسوان؟ وانت وين نظميه وعفاف؟ انا نظميه عملت لي وقاله وعفاف أقنعتها تعمل له وكالة لسلنجو بداله، لأنه بحاجة لواحد يكون مندوب عن المثقفين الثوريين. واتدهمهم، وين المضام أم نادر؟ ما أجيت؟ لا ما أجيت، أنا راي محله. زهرة، تسلم عليكم عمتي المجاهدة بلشة، عملت لي وكالة مرفقا بتقرير طبي، ما فينا تروح لأنه مع بروستاو. اجت الموسخة. باش الشتاية. شو داعي عملك الانسات اولا؟ شو طلعك لهون والاحزان؟ جايب وكالة من المرحومة امي. يعني ضروري كنت تشعزها من ابراه الله. هذا ابو نادر سيدي، ها سايك. هاتي ايدك ليلة عيدك. شدي حالك خلي شمسك تمحي ليلك. من منديلك نعمل راية بيوم المرأة ونغني لك. من منديلك نعمل راية بيوم المرأة ونغني لك. نكبر عن خلق
خبر فيا الصبح الجاية، نكتب ورقة خبر فيا الصبح الجاية. العزمة وريح الفرقة مالهم مسرح بمواويلي، انتو العزمة وريح الفرقة مالهم مسرح بمواويلي. هاتي ايدك هاتي ايدك هاتي ايدك هاتي ايدك هاتي ايدك.